دكتورة هالة سلطان أبو علي، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. ويعني سؤالي في البداية، أنت خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وقسم إحصاء، طيب كيف جاء اهتمامك بموضوع المناخ؟ يعني مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في الأول يعني الحقيقة فعلا زي ما حضرتك قلتي أن أنا خريجة قسم الإحصاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، اللي في ناس كتيرة ما تعرفش أن في قسم إحصاء أساسا. أيوه. في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وبعدين وأنا بعمل الماجستير في الإحصاء شعرت أن أنا عايزة أحط حياة جوه الأرقام، فجه فرصة إن أنا حصلت على منحة شخصية من دولة السويد، وكان في تخصص اقتصاديات البيئة في ذلك الحين، واستهوتني الفكرة بالرغم أنها كانت حاجة غريبة، لأنه ده كان يعني سنة 97 الكلام ده. كان ساعتها لسه يعني طبعا دولة السويد هي متقدمة، معروفة أنها متقدمة في شؤون البيئة، لأن هي استضافت أول مؤتمر للأمم المتحدة في شؤون البيئة سنة 1972. وبعدين احنا عارفين بما ان الكوب احنا في كوب 27 يعني، فمن 27 سنة كان الكوب 1 او الكوب 1 في برلين في ألمانيا سنة 95. فيعني شعرت ان ده قضية تستحق الاهتمام. يعني هي قضية المستقبل، وانه تخصص مطلوب مش بس في مصر ولكن في المنطقة العربية كلها. فده اللي شجعني الحقيقة ان انا تبدأي تهتمي بموضوع المناخ، ان انا اهتم بقضايا المناخ والبيئة والتنمية في من ذلك الحين يعني.